Je suis venue et chose première, chose due. Vous aviez vu un. Ah, c'est bon. Tout à fait. À Guelmine. Je crois, ouais. 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 Voilà, on était venus vous voir. Dire simplement. Vous, vous, vous اليوم صراحة أنا سعيدة جدا بهذه الزيارة ديال مركز جمعية إنصاف اللي يشتغلوا على مواكبة النساء في وضعية جد صعبة وخاصة النساء العازبات اللي كيواكبوهم باش يكون الإخراج ديالهم من الهشاشة ومن الوضعية ديال الهشاشة والإدماج الاجتماعي ديالهم الإدماج الاقتصادي ديالهم وبناء أسرة وإعادة الربط بالعائله وبالوسط الاسري او بالمجتمع فهذا واحد العمل الجبار اللي يقوم به فاليوم شفنا باللي هذا المركز وهذه الجمعيه ديال الإنصاف ستقوم يعني بجميع الوظائف لمواكبة النساء لاخراجهن من الهشاشه ولاخراجهن من دوامه العنف ومن دوامه الهشاشه فكاين الانصات كاين التشخيص كاين الانصات كاين المواكبه كاين التمكين الاقتصادي كاين المواكبه القانونيه كاين المواكبه الاجتماعيه يعني الحلقه ديال التكفل بالمراه ضحيه العنف او في وضعيه جد صعبه هي متواجده فالجمعيه كتقوم بهذا المجهود الجبار ولكن الجمعيه ما كانتش يعني عندها شي مواكبه او شي دعم من الـ الـ من الـ الوزاره او من فهذا يعني واحد احنا في اطار يعني المقاربه التشاركيه وفي اطار يعني التصور ديال صاحب الجلالة الله ديال الدوله الاجتماعيه واللي كتشتغل عليه الحكومه باش تكون هناك واحد تعزيز ركائز الدوله الاجتماعيه تعزيز ركائز الدوله الاجتماعيه هي ايضا البناء على المسارات الناجحه او التجارب الناجحه فهنا كاينه تجربه ناجحه فلهذا احنا جينا اليوم وقعنا شراكه مع كوزاره التضامن الاجتماعي والاسره عبر التعاون الوطني وجمعيه انصاف باش يكون الدعم ديالهم باش يكون يعني التصنيف ديالهم كفضاء متعدد الوظائف للنساء اللي غادي يدخل في اطار الشبكه ديال المراكز محاربه العنف ضد النساء في اطار اعلان مراكش 2020 اللي كتراسه سمو الاميره جليله مريم رئيسه الاتحاد الوطني للنساء المغرب فاذا ما غيبقاوش معزولين بوحدهم غادي يدخلوا في واحد الشبكه وغادي ممكن ان التجارب تكون متقاسمه ايضا يكون ارتباط مع الخلايا ديال محاربه العنف في المحاكم باش يكون عندنا واحد المنظومه ان النساء اللي كيتوضع كيتواجدوا في وضعيه صعبه لسبب او لاخر ما خصناش نخليهم في هذيك الوضعيه الصعبه خصنا نخرجوهم منها خصنا ننقدوهم ونقدو اطفالهم ونقدو العائلات ديالهم فلهذا نوه بالعمل اللي كتقوم به السيده الرئيسه مدام العثماني والطاقم اللي كيشتغل معها انا شفت يعني امور يعني كل التقدير والاحترام لما تقومون به لان في واحد الصمت وفي واحد يعني بدون يعني الخروج الاعلامي او كذا او يشتغلون اشتغلنا في صمت لكن هناك عدد كبير هناك يعني واحد مئات النساء اللي اللي شفتهم اللي شفت كيتكونوا او المواكبه ديالهم او حتى السكن ديالهم باش من بعد يقدروا يخرجوا يشتغلوا في اطار يحترموا الكرامه لان الكرامه اساسيه العيش الكريم مهم جدا فلهذا سنشكر الجمعيه وتنتم من العمل ديال جميع جمعيات المجتمع المدني اللي تيقوموا بواحد المجهود جبار وفي اطار كما قلت الالتقائيه ما بين مجهودات الدوله الحكومه مجهودات المجتمع المدني مجهودات المنتخبين الجميع يجب ان نشتغل يدا في يد لان الهدف هو اننا تكون عندنا مجتمع فيه فيه التعايش فيه احترام الكرامه فيه احترام فيه ايضا تضامن تضامن ان نشد بايدينا يعني الواحد مع الاخر لنساعد الاشخاص اللي هما في وضعيه صعبه نساء او رجال او اطفال باش يكون ما يمكنش نكونوا نعيشوا في واحد الظروف اللي هي ربما ساعدتنا الظروف نكونوا في ظروف جيده ولكن خصنا تكون التضامن باش نساعدوا الاشخاص في وضعيه صعبه لاخراجهم من هذه الوضعيه فتنشكركم وتنحييكم وتنقول لكم كل التقدير والاحترام